صديقي تجرب لعب المصيبة تكفي بابا أبغى أطلع من البيت. ليه؟ فيروس كورونا جاته. أما والله ما تروح هناك والله. لا لا أنا أعرف كراتيه. أه؟ أنا عندي بلاك بيلت حزام الأسود الواحد. أخص. شوف 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 كيف. يا تضرب يا يا تضرب يا. كفو. شفت كيف يبا؟ إيه؟ ما راح يسوي لي فيروس كورونا أي شيء، إذا جاني راح أعطي شلوت كذا وراح يطير، فهمت كيف؟ أوكي أوكي. والله وليش جبت الدواء؟ جبت لك العلاج يا عبودي. اسمع يا عبودي خلاص انا مالي اي علاج، انا راح اموت. انا علاج. سامحني اذا انا ازعجتك من قبل. يا الله يا الله والله جربل كان انسان طيب جدا. يا الله يا رب تعطيه الراحه والطمانينه جربل. يولي ولا يولي ولا يا كان وحش وحش. لا 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 لا. يا الله يلا خلنا نشغل التلفزيون خلنا نتابع، يمكن عندي قناة كرتون ولا شيء أخبار أي شيء أي قناة. يلا خلنا نشغل التلفزيون بس نشوف الأخبار اليوم. أوكي. ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد. الله الله الله. وش اللي كورونا وما كورونا؟ على المواطن وأخذ عينة للفحص المخبري الذي تم من خلاله التأكد من إصابته بالفيروس، وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالة معزولة حاليا في المستشفى وجاري. حسبي الله ونعم الوكيل. خلنا نطفل التلفزيون هذا بس، أخبارهم فاشلة. يا الله والله عندي عندي لكم فكرة حلوة يا رب. والله شكلي بروح بمقلب صديقي عبود، بقول لي اني انا صار فيني كورونا. يلا يا اخي مقلب تايم. هلا السلام عليكم. هلا السلام عليكم. هلا والله. هلا يا ورع. اسمع يا عبودي والله اني انا في المصيبة. ايش صار لك؟ صار فيني كورونا والله. الله انا برسل لك اللوكيشن حقي، تعالي بسرعة بسرعة قبل لا اموت. الله والله اني متحمس. يا رب يا رب انك تغفر لي، بس هذا مجرد مقلب صغير نونة. الله والله اللوكيشن حقي والله جدا جدا جامدة. بغنى ادور لي هنا شيء علشان اجهز نفسي للمقلب الجميل، المقلب القوي، يمكن اقوى مقلب في التاريخ. يا رب مقلب الكورونا. يلا خلني اشوف لي مكان. والله وش المكان المرعب يا ربي. الله الله اوكي راح اطيح هنا وبسوي نفسي اني انا خلاص بموت، انا على وشك الموت من المرض كورونا. يا رب يجيني عبودي هنا ويصير مقلب كافو. يا الله والله جربوي والله اني مشتاق لك. يا الله سلام عليكم يابا. هلا. اسمع يابا. هلا والله. شوف صديقي تجرب عب المصيبة تكفي بابا ابغى اطلع من البيت. ليه؟ فيروس كورونا جاته. اما والله ما تروح هناك والله. لا لا انا اعرف كراتيه. أه؟ انا عندي بلاك بيلت حزام الاسود الواحد. أخص. شوف 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 كيف. يا تضرب يا يا تضرب يا. كفو. شفت كيف يابا؟ إيه؟ ما راح يسوي لي فيروس كورونا أي شيء، إذا جاني راح أعطي شلوت كذا وراح يطير، فهمت كيف؟ أوكي أوكي. تادا بينجا 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 سلا بوم بوم. هلا يما السلام عليكم يما. اسمع يما أدعي لي أدعي لي وأدعي لي جربوع صديقي جاه مرض كورونا. أما إي والله. أفا بس ما عليك، ترى الصين عندهم علاج راح يرسلونه السعودية عبر الطيران، فهمت كيف؟ طائرة صينية يعني في المطار؟ إي راح يرسلونه اليوم. أوكي يما شوفي أنا راح بروح عنده بشوف الأحوال عنده. أوكي. راح أسأله عن الحاجات الأخيرة قبل لا يموت. دير بالك حبيبي. بسم الله وش جاب الورع في المطار يا الله، وبعد في ساحة الطيارة بعد، أعوذ بالله. يا الله والله شكل المروحة حق الطيارة شغالة فراح يطيرني بعيد. خلني شوف. لا لا اللهم لك الحمد ما صار لي أي شيء.
يلا والله اعتقد مو هذا الطائرة الصينية، اعتقد هذاك اللي جاي تشين تشان فا، اعتقد هذاك هو. يلا خليني اروح له. يا دبا 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 يا وقف يا وقف يا دال دال يا تشين تشان فا، وقف عندك كفو. نيهاو نيهاو نيهاو، وش بذا ما يرضي؟ يلا خليني اطلع المسدس علشان يخاف يعطيني انتيدوت ضد الفاروس. اطلع يا كلب، عطني العلاج كورونا. تعال تعال، وين رايح وين رايح يا كلب؟ تعال يا طرمبة الاخضر يا هيدا، والله ما اخليك. تعال تعال يا السبوكي، انت يا السلوكي يا الكلب العفريت. تعال 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 تعال، عطني العلاج كورونا. تفا تعال يا طرمبة البنزين والديزل، ما تعرفني كفو والله. اسمع، عطني العلاج كورونا، ترى صديقي جرب في يلا بسرعه. اوكي اوكي، وش الطيحه الغبيه المعوقه هذه؟ يا الله شوف كيف طايح ذا. يلا خلينا نروح اشوف الطياره يمكن فيها العلاج الفاروس. يا رب ساعدني يا الله. يا الله يا رب سترك، يا رب يا رب احصل لي علاج كورونا داخل الطياره. برم برم، وين حاط العلاج؟ وين حاط؟ شوف فوق الكبوت، لا لا يمكن داخل الداشبورد، يمكن بين الكرسي. وين حاط العلاج يا كلب؟ يلا هم لك الحمد حصلت العلاج. يلا خلني اشله شوي شوي، لا يطيح علي ويصير مصيبة كبيرة جدا. يلا وين اروح وين اروح؟ نسيت وين حطيت سيارتي. يلا خلني ادور لأقرب سيارة واسرقها. كل شيء حلال لانني انا في المشكلة وفي ورطة كبيرة جدا. الله شوف هناك الرجاجيل واقفين، اوه في سيارة بعد. الله الله يا الله يا غرب سطري يا غرب. يلا خلني اروح قدامهم اخليهم يروحون بعيد. الا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شوفوا ترى انا فيني كورونا. يلا روحوا انقلوا بعيد. الله الله، خافوا خافوا الخوافين. والله ما هو برجاجيل هذول، والله ما هو برجاجيل، لو انهم رجاجيل كان ما خافوا. يلا خلني اركب الموتى واروح عند صديقي الجربوع. انا جاي عندك يا جربوع، لا تخاف. اللهم لك الحمد، وصلت المكان اللوكيشن اللي اعطاني جربوع. شوف المكان كيف جربوع. تكفى يا رب انك تسامحني، اذا انت مت تكفى اغفر لي، اذا سامحني استغفر الله. الله وش المكان المرعب جدا جدا جدا. لا الله شوف شوف، الله الله الله، والله اني خايف. وش المكان؟ ليش جربوع شايف في ذا المكان؟ والله ماني فهمت السالفه هذه. يا الله يا رب يا رب ما تموت يا جربوع، والله اني احبك واعشقك من كل اعماق قلبي. واعماق قلبي ونص اعماق الكبدة والبنكرياس. يا الله شوف المكان المرعب، اشم ريحه جربوع يمكن طايح منا ولا منا. يا جربوع جربوع الكلب رد علي. يا الله والله قلبي صغير لا يتحمل تكفى يا جرب. الله اكبر، هذا هو حصلته المسكين. يا حبيب قلبي يا جربوع، والله انك حلو. يا الله تكفى لا تموت علينا يا جربوع، والله اني احبك. انا اسف لاني ازعجتك في الايام الماضيه، انا اعطيتك الاشياء يعني، اذا خسرت فيفا راح تروح تسوي لي اشياء، دخلتك السجن واشياء كثيرة جدا. يا الله يا رب انك تطول عمره وتعطيه الكورونا، تعطيه في خدامتنا ولا فيني. يا رب يا بسم الله الرحمن الرحيم. انا وين في انا وين في بطني يا رب. انت انا من انت فارقني وراك ثاني، انا مصاب بالكورونا. يا الله انا عبودي. الله وليش جبت الدواء؟ انا جبت لك العلاج يا عبودي. يا جرب جرب جرب، اسمع يا عبودي خلاص انا مالي اي علاج، انا راح اموت. سامحني اذا انا ازعجتك من قبل. يا الله يا الله، والله جرب كان انسان طيب جدا. يا الله يا رب تعطيه الراحه والطمانينه. يا رب الله يولي ولا راسي، والله جاني اهتزاز في الدماغ الوسطى. يا الله يا رب ان لله وانا اليه راجعون. يا رب انك تسامحني. الله الله الحمد لله، شكلي طايح هناك خوف. يا الله
والله مقلب ده مقلب جامد. وين هذا وطايح المسكين شكله صدم في الجدار من قوة الرعب. يا الله يلا خلني أكمل المقلب. وش كنت أفكر إيه راح أصب الدم هنا علشان يخاف ذا البرع. أوكي علشان علشان يسوي اتباع يعني يتبع الدم وين رايح وراح يوصل عندي. والله مقلب جدا جامدة. لا تتركني لا تقول انك مت. يلا خلنا نروح اشوف اتفقد المكان اللي كان فيه. يا رب اللغة العربية الفصحى. رجلي يلا ها جربوا جربوا وين رحت. يلا تكفى لا تموت انا جبت لك دواء. شوف شوف ايديني انا محمل الدواء من 15 كيلومتر. يا رب وش الدم. يلا خلني اروح اترقب الدم وين رايح. انك تسامحه وتغفر له. جربوع يا جربوع صديقي وحبيب قلبي جربوع يا جربوع رد علي تكفى. ارفع ايدك فوق علشان اشوف ايدك اذا ما تقدر تتكلم. جربوع تكفى لا تخوفني. وين رحت يا جربوع قبل شي كنت طايح تحت هناك كانك حمار. يا الله جربوع يا الله والله اني بدأت اخاف. جربوع الله وش الحرارة. يا الله شوف البركان الرمادي الحريقي. يلا خلني ابتعد من هنا لا ينحرق طيزي. يا الله جربوع مسكينة عبودي مصدق صدق كلامي. اسمع يا عبود ترى كلها مجرد مقلب وانت جايب الدواء معاك. يا الله والله انك مسكينة. وش رايك وش رايك في المقلب مقلبتك ها كليتها كليتها والله يا البرع. وش اللي كليتها وانا جايب لك دواء من المطار سرقته. مسكين والله. شوف 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 وجهك احمر يا رب والله انك مسكين. الكلب وانا سارق الطيارة تشين تشان فا علشانك يا لا 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 مقلب تعبودي. يا رب يا الله الكتاب قلبي ما تخاف ربك كبدتي كليتي يا كلب. الله تراني لعبت معاك مجرد لعبة. تعال تعال وين رايح. تعال 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 هنا يا تعال. اسمع يا عبودي وش رايك في المقلب بالله. والله كلب يا كلب مسكين والله. تعال يا ورع لا تكلمني لا تقول لي عبودي انا ميت. وش فيك زعلان؟ لا تكلم انا خلاص زعلت منك والله لا اخذ حقي. اتحداك تسوي مقلب فيني. انا اتحداك والله لا اخذ حقي. تشوف انا اوريك والله لا اسوي فيك مقلب راح تموت. كلبك يا عبودي والله لا اسوي فيك اقوى مقلب. وش فيك تبكي انت وجهك خواف. اوريك انا تبي تمقلبني. والله مع نفسك يا عبودي والله مع نفسك. اوريك والله لا مقلب فيك اقوى مقلب في التاريخ يا كلب. السلام عليكم شباب كيف الحال؟ اسمعوا شباب ترى في زر السبسكرايب تحت ان شاء الله تتعشى جنبه او ترقص فوقه ما ادري اهم شيء انه ينضغط. باي باي.